فيها سخانة ناحية في مريول. انت مستأنسة تلبس مريول الصوفة؟ مشو لي انا المنال قلت كان جدها طالع حذايا يهزهول من قلت المريول عايشك في المانيا. يا مكش فيه هاني زدت حضرت بيزا زيتو وبيزا فلفل برا عبيد نعرفها نجلة بنيتي تحبه. انت حضر لها فلفلافل وهي حتى التليفون ما تخسروش علينا لما نكلم هنا. عاوديه 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 حسو طيب جاء سايب سايب بنيتك وقوم ادخلكش انت لي متفاهمه انا وياها نهارين ما خذا كونجي. سمعني الخير شكون عطاهولك الكونجي؟ تسبقه على الكونجي الكبير. عقل عقل باش ترجع للنمنمه متاع المرويحه ما عندك ما تعمل في بالي عزوزه بلادكم. السلامة. سلمى عملت في تليفون المحرزية تنشد عليه؟ لا دو ما عملتش ما دارينيها قامت لبس عليه في عطة في الحلة المرأة الحمد لله جاتها خفيفة ولا راهو حطوها في تركينة. اوه اسمع الهدرة تقوش علينا شي متى فيها شبيك يا سي طيب؟ لا ما بي حد شيء ما فيها باش واحد ينشد هذه سيبتنا ودا متخلط والمرأة ملوحة في كلينيك. سي طيب انا طليت عليها كل من دخليتها ومنك جنينة بنت عمها كل سايب عليها في المساس. عزيزتي عضايا مرقبتي يا نار هي غبينتها شكون قعد لها جستمان هذا الكل بوليتيك. أنا توا تحلت لي مشكلة العزوزة بنتها درة ورجلها سي مراد مسافرين لأمريكا على عام باش تخرج من الكلينيك لدارها راسها راس الحيوط ولا واحدة من بنات خالاتها ولا كل مسوسة جنينة قالت لها يجي حدايا ولا نمشي بحداك ولا سي حمادي قال لي تعمل مليح تجيبها بحذاكم. جيب حذينا؟ هو شبيك سي طيب؟ هي وانت اش قلت له؟ اش تحب نقول له هذا؟ قلت له مرحبا بها هذايا نسيبك ولدي وامك ويمي. سي طيب محزيه ملي كراي مش سهله لسانها يهبري وانا تمكني مجران على الغزو. ماشي ليلى اسمعني عايشك باش نعملها بيت وحدها مين باش تسمعها؟ مرة كبيرة ودبكي نمالة. المرأة تنقز الدروج درجتين درجتين وتتقولي نمالة؟ ليه وخي هذه ماهيش تبارع. قل لولدها يجيب لها قاعدة ملاك وتقعد في دويرتها. أنا ما تكسريش راسي. حضروا لها بيتها. بالله هكا حكمت؟ يا جليلة أعمل حاجة الأخرى في حياتك لله. سي طيب أنا كل يوم نصدق. أما أنت تحب تجيب لي محرزية باش تعمل مزية على سي حمادي متاعك. سي حمادي متاعك انت زادة كان نسيت. باهي باهي ما تتراوغوش سي حمادي هذايا انت عيناء حتى حضرية قد جبدة لبلادها حتى هذا خنار. لا حلو ما عادش نعرف انا مولاها دار هذي ولا لا. Thank you.
الزوز تطلعوا جبال النظور، وانتم تهبطوا مشيرة الواد، وانتم تمشيوا للسدرة. هاي ربي يعين. ماني قلت لك كيف نبدا مكير ما تحليش علي شباك. ارجع ليك يا محسن، نهار وطولة وانت غيرك في الظلم، ولي انت من كل الظلمة اللي في قلبك. ولدك الله اعلم بيه ميت ولا حي، وانت تشخر. كان اللي عاركتي بيه قايلتي بيه، راك ربحتيه في عظيماتك. اخي ما تقيليش فطيمة. ني قلبي ماهوش ميت كيف قلبك. في قيلة اليوم انت راقد والخدامة متاعك هرب. وني ني اعظم مشقال اللي ننهيت ورا الهوش، نخشش فيه المضاربة لا تضرب الشمس. باهي يرحم والديك، تو نقيد لك جراطة. بالله بالله ني لقط عليك في جرانيتا محسن، إلى عم بو سرحتك وسرحت ماليك. يا اللي نتراوي نملوحة كريم، ولا حد عارف ليك اثنين. وحشت طلتك يا خي، علاش ما طليتش علي؟ وليتي تعدي خلاص، هزكتي عليا. من هو اللي قال لي كريم مات؟ أنا بعثت الخميس يلوج عليه. واشي اللي في عمره الكل يهربوا على ماليهم بيتوا البر. وشي دنيت للطفل بعض العميل باش تشمت في ميمته؟ والله والله وحق سيدي الناوي نشكي بك للحرس. ماني ناقص عادنا، زيدي انزلي عليا انت معاهم. علاش ما تقوليش كذا امه تروح البيت صواف؟ لا من ربك انت ها خاسر، تو هذا راي بنادميه يوخذك العيم ان شاء الله. وعامل الخميس الباندي متاعك يستقطع الناس. ربي وانت ربي، هيك الخميس يلقى فعله ويتنخى ويعدي عمره يزحف اللي يكركر فيك للمهيل. تو هذاك صاحبي دنو الناس. اخي قول لي، عندك مخ في راسك ولا بعراه؟ يا هاي البلاويت قدامك على اليمين وعلى اليسار، ما حطت نحلتك الا على المغبونه جميله اللي ربي اعتقها منك. امه هاني نبه عليك، ما عطيش تيجي بديل على جميله، انا نجلو بعد دكتور روحي. امشي دكتور روحك لواش حياتك، ونزيد ننبه عليك ولاد الصواف اهلي واعظم رقبتي. هاليتني ما روحت ليه بيك باش نحل في جرمه كيفك. ايش عايش بنتي يفطر؟ قداش باش تقعد جيعانه؟ ما عنديش ماما. ما قلنا متهيرش يا لسي كريم، الناس كل قالوا لك حرب الله امه باش يفجعها. شكون اللي قال لك؟ بالك شي ميت بالمجد، اخر مره قابلته فيها قلت له كلام خايب. يزم الفيلم شوم ويجا يفطر، اليوم قدت ربي نلقاو. خليني انا مفجوعه، ما نحبش ناكل وما نحبش نرقد. يزي عايش بنتي، تعرف الاولاد كيكه في العمر نتا كريم، ما عندهمش مخ، يحسبوا روحهم رجال. راهو ساكن في خشه يا استاذ في لا سفر، باش يقولوا بطال. تشوفوا ما تحط شي في بالك، افطور باش يبرد. اوه خليني ما عينيش حتى هذا خنار على كيفي. قوقت ابو جمع، اجا نسالوه على كريم. يا ابو جمع استناني. اجا نقول لك يا ابو جمع. يا بنتي خليني نمشي، ليش بحني بي ما كنت تعرفيه ما حبنيش نسرح في الدويره دي. خلاص بي اسرح وين ما تحب. قل تعرفوا انت كريمه؟ منو كريم؟ اكل يقرا معايا، ريتو انت مره وقت اللي ركب معايا انا بابا في الكهرباء. ايه برا مش كشنت اللي مدني كتبات تحت ضبوطه، هلو ديما يقرا فين في الغابه هذاك؟ هو ريتوش البارح ولا وقت البارح؟ لا لا خوتي، لا مش بحت حد، لا ديما مستكفي بروحي ما نشبح كل شويات. انت ما تشبح كل نشيتك، ديما نراك دوروني ونلقى دجاجات نتاعي ناقصين. والله خطيني يا حلالي، باش تلزقوا فيا سريقة والغبا معبي بالثعالب؟ اي خلوني نذهب على الروح. توا وقت ماما تنتج بدع الدجاجات نتاعك. اسمع ابو جمع، اسمع في الدجاج، قل نجم تلوج عليه كريمه؟ لا لا خايتي، لا تو قاعد نسرح على روحي وعارف ما يحبليش نلوج على الدراوي. نعطيك فلوس، اما انت ديما تدور، كريم مسكين لتوا راه راوح لدارهم.
شرا تطلع ما جراتلوش حاجه. لا 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 ما تخافيش، الذري متاع اللي سي كله يهرب على ملام ويباتوا فوق السجار ينصبوا في المنادي اكثر من السراح. ريت كيف قبلك راه ينصب في المنادي في لاسافر. كريم ماهوش كيما الاولاد الكل، كريم مثقف وديما يقرا في القصص. بالحق يرحم فمك انا اكل مره ثانيه انا متعدي في الغابه لقيت حال كتاب ويقرا ويضحك يقرا ويضحك يقرا ويضحك، قلت لازم جن. الحمد لله يا ربي اللي صحتوني من المدرسه حتى انا راني نقرا ونضحك. عيط لوج عليه ولا لا؟ اي لوج عليه، اما قولي لباك خليني نسرح في الطب. تي باه يسرح. ايش يسرح وحص يا بنتي؟ بوك ما يحبش. يسيلش ماما على خاطري انا ما اسمع ابو جمع برا مشي توا جيب لك ساره وفتات الجبنة تو نمشي. تو نمشي نعمل لك كاسكروت. ابو جمع استنيني لهون يا باهي باهي. هاي انا قريب نكمل وي يهزم التركيح يهزم يعطي فيك في العصا. انا ريت هذاك الشامبون من عز الشامبونات. يا حسره على الكلاب يا حسره، ما انت ظهرت ذا المساء مغلوط انت. حسره عليك يا فلاش. شبيك خذيت في خاطرك خاطر حكيت على فلاش؟ هيا حتى حد فينا ما هو رات سابور، انا كنا مخلطين. هاني انا مثلا امي من بر وبابا من بر، جيت انا هكا فايده في القلب الباهي راهو. هاي هاي انا خلينا نكمل واي هاي صحيح هاي هاي اللي شاح يلبس هاي برا تكا تحت الشمس بالشيح. امشي امشي حتى نعمل سويقر. طاو عملت بلوكوس في الباب، ما عادش اللي ماشي للقهوه متعديني من وسط الدار. شكون فيك يا مخضر؟ عندي خدمه ما نجمش نحلك. لا يقول لك ولا تقول له ويخلصنا الكلام كله. قوم نبكي يا عم. ان شاء الله تشيح بالماء. حلواشي هذيه هاولي منقزني من فوق السطح، هاولي داخل لي مشكوك الباب. القسم على الله من هالحي هذيه ناقص توا كان عزوز باش يهبط لي بزوز عدول من فوق السطح. ما تخافش عزوز في الحبس في الليل في البارح، عارفه لو عنف شديد يحب الزهر باش يخبط على قلبي. الله يسامحوا عزوز ديما محيركم. امك راهي ياك حدها. امي امي سمعت به دخل الحبس مشيت تجري بحذا بنت خالتها، حلت لها عرس بنتها وحميت حتى قبل العروسه. امي ما تتهنى وترتاح كان يدخل عزوز للحبس. باهي انا هاني حليت لك الباب، اش تحب انت توا؟ صاحبك هذاك سعيد ما عادش يجي هوني. علاه؟ سعيد تقماك باش يقعد لكم في الحي هذا، خاصه بعد الخنقيه اللي عملها له عزوز خوك. يستحيل يستحيل كانك الفنان هذاك والقافز باش يرجع لكم للحي هذا. يا حسر عليك، شبيها حومتنا ترى ساعة فيها كل القنابل. حيط على القنابل، شكونهم القنابل؟ أنا مثلا فما قنبلة كيفية يقوي يساعدك على غير يدي. توا سامحني خليني نخدم على روحي باش نعطي الصبة للكلاب. يا مان خليني نعاونك كمان. باقي رابطينك خويتي قدر علي يا ربي راني صالح قلقت قلقت اللي قريب جني وانت ما عطيتش تسالي علي. اخي امك ما صحتتنيش وقالت لي هالساحه ما عطيتش تعتبيها. انت تاخذي عليها المحضي ولا هل تحبك سالتني عليك؟ سمعتي خيتي قال كريم ولد المحسن بيت مصباح له عند امه له عند ابي، هل يقول هرب لتونس ولا يقول غرق في البراء؟ خشيتي المحسن مش حواله. اسكت عليا، محسن ما بيه شيء لا همته لا عليه. تقولي الطفل مش ولده بقله للرجال اللي ما عندهمش كلمه. خفي ربي يا صالح، شقتي له كرشه ما لقيتش عندك هبده. هالبر الكل يكرهوه المحسن على فعيل. قالت لي هكي من تعلي قلت لي باش نضب عليه بالوحش هو ما يسهلش علي. لا لا حنانه هكا كما تربي وين يعرضني يتهني علي. بلحق يا صالحه وش بيك ما قلتي ليش من الاول اخوتي فك عرفتيني قلبي محروق. يا صالحه اخوتي بجاه سيدي الناوي كان عرضتيه قولي لي راهي مريم باش تموت عليك وباش تقتل روحي عليك. لا لا حنانه قاتي مانيش مرسولك،
كلين غرضك فيه؟ تعرضي له في التمية وعملي كيف ما يدنوا في التلبس. كيفاش يدنوا في التلبس؟ هلي غرضها في واحد، ما تقعدش تبعث لي في المراسية تبوع ليه ديركت. مريم، ها مريم، اخي احمد شي طابونة. وضل علي نحمش في المغرب. قالك مرت سي رضا تتوحم، ما تاكلش خبز الصبحة. رضا اللي صوتك وكسر ليك الكريتة. يلقى فعل. هسمعي ها مريم، هانا كان قابلت المحسن، هاتا ونقول لي. باي باي. بطبيعة سي محسن انت راجل معروف، فلاح كبير تملك ما شاء الله، وسمعتك في البلاد انك شوية مترفع. اللي مستكفي بروحه لهني يسموه مترفع. كذلك منعوت بالعنف اللفظي، وتخالط في منحرف معروف هو سي الخميسي من ذوي السوابق، وانت بنفسك من ذوي السوابق، بما انه تحكم عليك بالسجن لمدة عامين في ألمانيا اثر اعتداء بالعنف انتج عنه قتل. قضاء وقدر. كنت نحضر في روحي باش نروح وصار اللي صار. لكن قبل المدة هذه قعدت متغيب على زوجتك وولدك مدة 3 سنين، مما أدى إلى طلاق زوجتك منك غيابية وسناد حضانة ولدك ليه. الكلام اللي تقول فيه هذا الكل نعرفه ما يستحقش تعاودولي. الموضوع هو غياب الطفل كريم والأسباب نتاعه. استنى فيك في البيرو. شكرا. هز راسك واشبح لي يا محسن. ليش مدنكس راسك؟ عملتها فيا وفي كريم. نا ولدي ونعرفه. هرب على الجال جاتها صعيبه ما خذت امه. انت هو اللي جاتك صعيب. لوحتني ولوحت ولدك. ومنها ولا فيا العسل. ضيقت علي وهددتني حتى في خدمتي باش نرجع ليك يا محسن. لي حياتي مرارت من محسن هذا. وحياتك مرارت حبيتي تحليها خذيتي ولد الصواف. صباح الخير. صباح الخير أمين. شفيك معاش تجي تطل علي؟ أنا متغشى عليك راه. مستنسى صبح عليك في البيفات وبيناتنا قهوة. البيفات سكرت وأنت كنت موافقة على تسكيرها. دونك وليت منضبط نشد الخدمة 8:30 قد بلاش قهوة. ملا قول لي أنت اللي متغشى عليا ومش أنا اللي متغشى عليك. فوالا هك فهمت. وزيد النهار كله وأنت في اجتماع الاجتماع مع سي شكري وتوافق فيه في الإجراءات التعسفية اللي خرج فيها كي البطاطا ضد البرسونال. بون أنا توحشتك وجيت نطل عليك يا أخي، هاو استقبلتني بالهلالو. خسارتك مهندسة وقداش من عام وأنت تقرا باش من بعد تولي مسؤولة على دوسيات سي شكري. حقك ببلوزة وأنت في اللابوراتوار. ما يهمكش، وكل واحد عنده أهدافه في الحياة. هكا ما يهمنيش. وكي تولي مرتي شنو نعمل وقت؟ يا عتشبي حتى كيف نولي مرتك زيدا ما عندكش الحق تدخل في أهدافي. بربي والله أنت بنية غير مسؤولة سافا. وأنت ماتشو وتحب تعفصلي على ساقي ليلة العرس سافا. أنا باش نمشي لشكري نفهمه قدره اللي قلب لك مخك. سامحني أقول لك اللي ماك فاهم حتى شيء. فهمت كان حاجة اللي أنت تبدلت مني وقت شكري شد الانتيريم تاع المدير، وأنت طلعت جاسوسة كما يقولوا تاع محمود عبد العاطي. حتى أنا متهاري تعجبني سافي غيفي. عايزي متفادليك توا الأرشيف الكل متاع لونيتي بيزم ويهبط لسماح. شنو هي الهدرة هذه؟ قرار آخر مسي شكري؟ سكري أبسولو. المرة هذه أنا قررت قررت. بن الصيف عندي تقرر. وكيسألني شكري شنو نجاوب أنا؟ يا خواف اسكت انت تو ما يسمع حد. وسماح شكون مشي سكتها؟ انا. انت تحلم انت تشد لسان سماح؟ وي مسيو.
العائله محرزين. ساعدوا شوي. تفضل. مرحبا بيك. حضريه. شكوني منوبيه يا طيب؟ مصيبه اللي مرتك اسمها جليله. هي كيف منوبيه ولا جليله اللي اللي تسمع الاولى. بشويه. حضريه. نعم. مرحبا بيكم يا محرزيه. تفضلي. قلت لك تفضل. انت تخدم هوني؟ هاي يتاوقك وخيتي. شنو احوالك؟ شنو احوال مولا بيتك؟ شنو احوال وليداتك؟ يا مي محرزية، لا عندي بيت، لا عندي مولا بيت، لا عندي ذر، حتى شيء. نقص من الهدرة ودخلها. يفضلك يا سي طيب، يفضلك وشد لك في صحة بدنك، شو ما تقعدش تطلف حكي همي من هون لهون. انا ولادي ما لقيتش فيهم الخير، واحدة قالت لك في الامريك والاخر في المانيا، وانا يا سي طيب قاعدة عند الجيران. يا ما تقولش هكا يا محرزية، ماكش عند الجيران، احنا توا مالي. هاي دخلها ترتاح في السالون ما دامني بدلت حوايجي. هاي امي محرزيه. واه شبيه مشي وخليني في جنينه الباساج. ماكش في جنينه الباساج، انت في دارها وجليله تستنى فيك في الشيره الاخرى. هاي هي عايشك مش منفوخه شويه مولات الدار. لا تفشت ما تخافيش. هاي يا للاختي. المرض اللي جازيه خير يا خيتي. مرحبا لام محرزيه، زرتني البركه. يا عايشك انت، محل كل بركه. يعيشك، يفضل لك مولا بيتك. قال لك لا ينحي شاشيه على وليا كي تكون مهريه. يا خيتي قلبي، شوف ولت نمشي خطوتين من هوني لغادي، قلبي ولي قريب يخرج من بقعته. هيا مالا ارتاح تفضل. يعيش هاجي من هيج. هوني هاي ربعي. يفضلك يا جليله ويعلي مقدارك، ان شاء الله تفرح بوليدتك الكل. أنا هما ولديت الكل. هذه وقيلة زاد بها الشيء أكثر من قبل. مسكين يا أخي. عايش قلي تحكيوا في حاجة عليا؟ أنا راني ما عادش بنيتي الوذنين ماشية وتزيد. أطلبوا اللطف. ربي يلطف بينا وبيك وبالأمة جملية. يا عايشك تحب تشرب حويجة لما حرزية؟ لا بنيتي عاد المرة هذي قالت لهم اسكتوا، شمتوا فيا الكل، رميوني بنيتي في الكلينيك. ولا يوريك على كل كلينيك وعلى حالتها، حاشيك تعيف الكليب. مال وباش ما يخسروش الفلوس على محرزي. وكالطبيبي بنيتي وجهه مقلوب بالحب شباب، مزعيم كان يقف قدامي هذي ما تاكلهاش هذي ما تشربهاش. اكل الفطور والعشية يجيبوهم صب زغلي والماء يغلي، وطرف الحم معاهم كل كاواتشو. انا ما ناكلوش، انا نرجعه، انا وراسك انت عايش على كعيبه يا غرت. أما زيدا سبحان الله، الواحد يحب ياكل طريف الزهومة. تي قال كلمات مشبع على قاع. شبيك جليلة يظهر لي اليوم فطوركم ملوخية، شميتها وانا داخلة للدار. هي سي عنتي للطيب ولا المربية؟ هاي المربية هي للطيب، ديما مسودة في الكوجينة. ربي طاقك وخيتي، عندك الف حق. شه 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 محلى ريحتها. اسمع، يظهر لي بنينا الملوخيه، توا كان عشنا في العشيه كان مازال منها، سخنوا لي شويه وجيبوهولي. وهلا محرزيه، الطبيب يوصي ويعاود، قال الزيوت والقويله. هاي حضريه عملت لك برودو، وتوا تشوي لك شويه اسكالوب. اي بربي يزيني عاد من الحكمات يا جليله وخايتي، يزي ما غزلت في الكلينيك. وهي شومي، انا عندي زبيده بنت عمي تولدني وماتت فوق المياء وعديت عمرها الكل وهي تمشي وتجي على الطب. وكي تتكي لك بنيتي على دردكية مدفونة في وجبة تاكلها برا عايشك، والجي ما قاعدين يمرضوا في الناس كان الطب. لا هذه جيسة طيب وتفهم معها، انا متوقش الحق. لجليلة قلت لي حاجة؟ راني والله الوذنين ثقلوا يا خيتي، ما عادش عمل وانا نسيت. قلت لك تحب تشرب حاجة؟ يكثر خيرك، انا ماذا بيا قهوه كحله ومعاها حويجه حلوه. تيخي عايشك قلي، ما تقوليش كل بنيه صغيره ويني اكل اللي باقي تنقز. اللهم احفظنا كرقاص المنقيله. وه لا محرزيه تحكي على منال؟ هذيك هي نمي، هي تبارك الله عليها بنيتي بلا وفي عنقها حبل، اما زدها ذامره الحق. لا خيتي لطف عليها بنيتي من الحبيب، مازال شي تو هذه نهزوها لبيتها. أي أيوة وقيلة ولت في نصوخ يا أخي. منال ما مشيتش مع أمها نجلة
مرت ولدك حمادي لألمانيا. واه شو مهززها لألمانيا مع حمادي ولدي؟ يا شومي شبيهم خلي يمه يهزز بنت الناس. وعد الله يا جليلة حسيل وش باش يقول الواحد. احمد ربي اللي ما تقهرتش بطفل كيفي. ضويت بك الدار لمحرزية، كيفاش تحس في روحك؟ انشدني انا بقولك كيفاش تحس في روحي. اش فما زيد؟ بالله ما تتعاركوا، في كل دار نمشي نلقى العرك. اكثر شي جيت توا من الكلينيك خليتك الفرمليات هكا في روس بعضهم. بسم الله العظيم. الله يعينك سميح. الله يهنيك. بالله قولي نجيبش نعرف شنو اهتمام مفاجئ هذا بالارشيف تاع لينيتي نتاعنا. امين عاش خويا ما تكلمنيش، راني نشد في روحي على الهدره بالسيف. انا نحب نعرف حاجه، شكري علاش هبطك الارشيف؟ هذاك حبيت تشمت فيا يا اخي. ربي دقه طلع الارشيف هكا يغلي بالدود ولا فاريات والروانه نتاعها. عفاريات اما فاريات عليا وعلى السعدي. امين رامي وصيو فيا على الهدره. اي اخرج يا سيق تدخل الارشيف اخرج. انا قلت توا السته نخرج نعمل قهوه وقت خروج. مش خاص ما معاش نجم نعمل قهوه مع حتى حد، عندي مهمه وعرفتي عبدت لي وجهي. هيا عايش خويا لا تسود لي وتمدد لي يخرج. شكون يسود لك ومدد لك؟ شكون يقدك انت؟ سنده نتاعك يا ديني. شنو ماي هي ولا تعرفتي سنده؟ عرفتك شبيني ما في باليش انا خي عاد هذاك بيناتكم. لا المدوى دي زيكسبليكاسيون. تقدر العمر 14 15 سنة. يا ماما ولدي حاجه خارقه للعاده. انا ولد الدار ونعرف كيفاش نصيرهم. في الواقع الكل يحبوا يخدموا على روحهم ابار كلكو زيلمون بيرتورباتور كيما سماح. حتى سماح تهدد كان نشوفها قداش راضت وهي نهار كل تنفض في الغبره على الارشيف ما عادش نسمع صوتها. في وقت سيمون جي الله يهديه سيتي لافوار بربي كانت وقتك تقابل سي محمود قولوا له الكلام هذا. شني مونكري با اما بربي حبيت ننجدك عندي شي احصائيات على الخدمه نتاع لي زونيتي حسب لي زوبيراسيون. ما فهمتش.
مثلا قداش نعملوا من تيست برودوي وقداش من كومبوزيسيون وقداش من سيرتيفيكا دو كونفورميتي الى اخره. يظهر ليش عنا لازمنا نعملوا منه هكا. يعطيك الصحه يا سنده والله فكره هايله. حاجه اخرى سي شكري، انا ماذا بيا نعمل شويه لابوغاتوار، هذا تكويني الاصلاني وانا ملي جيت هوني وانا غاطسه في الدوسيات والاجتماعات. ايش بيه فانا يونيتي تحب تخدم ابروبو اخدم على اللي تحب الا امين ما كانش هو ما عادش يخدم. زيد اضحك معاها سي شكري، هذه الخدمه هذه قل تربه للعطف، ما علموكش تدق الباب قبل ما تدخل. وانت بنيتي رد بالك تحصل له، راهو بدل شهال شد فك الوليد امين بديكو ساقيك راه ولد عائله. الحكايه اللي يعملونا فيها قاعده تتطور سي مارون. جيكزيج دي زكسكوز. هدي روحك سي شكري، جيت هنا باش نقول لك اللي بيناتنا وفى وانتهى. من اللي راح من وجهك داكوغ، اما مش مسيبتك الا ما نكشف لك عوارك الكل. ابون هو عنده عوار سي شكري؟ انا مضطر باش نعمل فيك تقرير. واللي نجم نعمله انا تعرفه وتحقه، مش لازم نعمل لك ديسان. هاكا قدامك شفت الشنقاسي انا في البوته هذه مش معي عن هذا بربي كانت واتي. قول سي محمود. تهرنا سي شكري، جني مونكري با. الدنيا سير والمنظر ما فيش اصحاب، علي صارت اصحاب؟ المنظر بصحاب يولي احلى، انا بصحاب يولي حزين. يمكن اما لا قولي حال احلى. زعما وينو كريم تو؟ ما قلنا متخافش على كريم، تخبي الله امه وستو ليل ما يشمش يرجع فينا على خاطر مدلل ياسر. سي با فغي، ماهوش مدلل، عايش في المشاكل مسكين. يا ابو جمعه، يا ابو جمعه، ابو جمعه، يا ابو جمعه، اشين على فين؟ عفوا لك صافا صافا، هاني مروح بشويه. ما لقيتش كريمه؟ لا هو ما لقيتاش، اما لقيت القسم تاعها باش نعطيها لخالي شريف. اما قصه هذه انا وصيتك ولا خالك الشريف؟ نحب نعطيها لخالي شريف باش يخليني نسرح في نقرها. هذه هتوني كلش برا، مش يسرح من ما تحب هكا نهام. انت تختفي لينا القصه باهي. تحب نعطيك كسكروت وجازوزه؟ جازوزه خلاص، خذي مال القصه وخذي الثانه المحرم هذه لقيتها حذاها في الغيب. قلت لك راهي قصه، في بالك نابا نعرفش نقرا؟ في نابا صحتني من المدرسه كانت الثالث. انا ثبتي تو تلقيه كاتب اسمه كريم في الورقه الاولى. استنيني أتو نمشي نجيب لك كسكروت وجازوزة وكعبة تفاح. أي جيبي لي ثاني كويس تاعي يا نهام. أي سفاي دراي فير فنف زكس زبن أخ. اسكت علي وجعت لي راسي. شنية ماما؟ أنا قاعدة نحفظ في الحساب تاع المكتب. أي سفاي دي عملونك أنت والحساب، أخرج عليا. تيمي شوز ماما، تو نشكي بك الحمادي وزيد نشكي بك بابي الطيب اللي انت تمر فيه. اعمل ايه؟ شبيك متغشى؟ تعرفت مرة أخرى مع ماما؟ إلي ميشون، إلي ميشون، إلي ميشون، ما تحبنيش نحسب بالألمان. يا عادش بيه يحسب بالعربي، هاي، برا طلعلها وتسامحوا تو، وقول لها تحضر روحها عنا وين ماشيين، عنا ريسبسيون. برا امشي أنت قول لها، أنا ما نحبش. هاي ما أنا اللي أسمع الكلام، أنا باش نعمل دوش، هاي، في ساعة طلعلها هاي. باهي. ماما حمادي جي وقال لك حضر روحك رانا خارجين ريسبسيون. ماما اخرج وسكر الباب خليني نرقد. ماما خلينا نخرج قلقت. اخرج انت وياه للريسبسيون. بلا نقولوا انت ميزه ما تقولوا شيء اللصقه هذه. الو انا منال مامي، مامي جليله.
شتحوي البابي حضريه وفلاش وفرتونة وبوبي. ايه توحشتك برشا مامي. وي ماما ريقدة تي ليه مش مريضة؟ هاتا نعديلك. خصو قال حنيك ويتهز فيه التليفون. وي ماما شنو حوالك؟ الحمد لله لاباس على اليوم الكل. نو ليه حد شي ممدودة وبابا بشي ندور شوية في البوتيكات ومن بعديك نرجع نرقد. ليه مانيش حب لك اليدي. هكاك ما نعرفش علاش ما نعملش تليفون. فك عليا عاد مصاحبة ديما. علاش لازم يحب على تليفوني؟ ما تعطيهولوش. جو تانتردي دو لوي دوني. هكاك بسلامة تاو. أنكور حمادي ماني قلتك لاباس ياك تقعد تقعد وتنشدني عليه. هاكا في الخدمة حمادي اطلبوه. مانيش نسيح بسلامة تاو تصبح على خير. ما شبيك علاش تصيح على مامي مسكينة؟ أبي حاد المزاجي وعنيف، ولكنني أعرف أنه يحبني. هو مسكين لا يعرف كيف يعبر عن شعوره. أخاف أن يقتل نفسه لأن أمي لا تريد الرجوع إليه. مش حرام علينا نقرأ في الكنش متاع كريمة؟ مسكين بلكش ما يحبش. ما يسالش نعم أخنانا كرو ثماش من نلقاو حاجة دلنا لبقته. جستمو أسمع شي يقول هون. في الأسبوع الماضي أخذت كتاباً من مكتبة المعهد وتعلقته دون انقطاع كامل الليل. عنوانه روبرسون كريزوي. يا لها من قصة رائعة ومليئة بالمغامرات الغريبة. إنني أريد أن أكون مثل البطل، أقيم في جزيرة خالية من الناس، أصطاد السمك وأعيش من الثمار وألبس جلود الحيوانات. أنا أكره الحضارة وأكره الناس الذين يدعون الثقافة وهم يعيشون مثل الحيوانات. إنني أحلم بالذهاب إلى جزيرة بعيدة لا يعرف مكانها أحد. أسمع نعم أنت قريتها روبرسون كريزوي؟ أنت شريتها لي باش نقراها؟ هيك عندكم في الليسين. أما أنت عمرك ما تمشي للمكتبة. بربي يقرأ لنا بابا، خلينا نسمع الكتابة متاع كريم محلاها. حاضر يا للفا. أنا لا أكره المنصف الصواف لأنه رجل محترم، ولكنني أشفق على أبي لأنه مريض وسوف يحزن كثيرا إذا تزوجت أمي من المنصف. كيف العمل؟ أنا الذي سأصبح مجنونا. إيش قولك أنت؟ نعطيه الكرنيه للحرس بلكش يلقاو أشياء تفيد التحقيق. والله ما نعرف شريف. هذوما أسرار كريم يا أخي. سافا با إيش قلت من الثاخت برا يمشي يجيبها. عامك حتى الطفلة قطت الماكلة ما تحبش تمشي لليسي حالة. اسمع شي يقول كريم. ليس لي أصدقاء في المعهد إلا إنعام، فهي طيبة القلب وذكية ولكنها ثرثارة قليلا، ولكن أنا متحقق أنه ستكون لها شخصية قوية مثل أمي. قرأتها نعام زعما هذه؟ ما نعرفش. تكلا على بنتي عندها شخصية قوية تحب تطلع بيتيرينير ميما. خيط عليكم قريتوا اللي كتبوا عليا كريمة. ج
جي با انفي دغيغ. ربي يجيب ولا خير طفل. اذهب روح انت والغنم نتاعك. اسم وحدي فاضي هنا. ماني قلت لك كذا ولا شي نبت. اولا انا تو خرجت شويهاتي من ارضك، وثانيا انا واقف في ارض البليك، معناتها ما تسنيش. ما نسالكش يا سرح السراح. هاني لازمني الا من عيب. دورت للحجر؟ انت تشبه الحجر اللي بالمنجل. شد عرف البرك لي شد. أي صباح الخير. ام ليشك راجع لغوانك يا محسن؟ فين عديت الليل؟ عديتها نركض. ربي قال في الليل الملح دو ما نركضوش. واللي عنده طفل كيفي مضيعتها امه ينجم يملحد؟ ما ضيعتها كان انت ولدك. تحسبني درويشه باش ناخذ كلامك؟ اللي الكل تعديه كل عباثة تهم على جميله من الحديد المسيكيت لهنا. لا نقول ليك مضمض بيت عصيان. توا ولت مرت راجل. لكان ولت مرت راجل يدور الفلك ونرجع لبعضانا. يدور الفلك ونروحوا للمرس. فز فز ادخل صيب راحه وني الله يصبرني. ايش تو فحج عليك بليز زعما العرايس مشوفي شهر العسل تو. شهر الطبل والحبل. جميله كبدها مشوشط على ولدها. مش كيفك تتهاوم على جدو اختيكي من البروباغاندا يا مراه. قال له كذب مشوشته ولا مشويه. الخميس مشى خبر على كريم ولدها، قالت له استناني حتى نكتب صداقي على المنصف. وبعد عملت تمثيليه
وقالت فيها ووه على وليدي. ومنه اللي حدثك؟ الخميسي؟ إلا منه؟ الخميسي شاهد عيان. انت خارج مني ونعرفك تركينا تركينا. نهاري وانا نقول لك ولك ما روحش وانت عامل مغناني. وكيف سمعت اللي جميلة باش تكذب الزاقة؟ والله أعلم منه الدسوس اللي يخبرك. دنيت فربي وبعثت ليها كلبك لخميسي باش يخبرها على ولدها. فمش ما ترجع لك تبت زاقة. لو كنت خلط ليها مخر الهدر على كل لسان. وهو كذب عليك، قال خبرتها على ولدها، عملت جمان فو صحت.